احنا اليوم بصدد الاحتفال بالدورة الخامسة لتقديرت هذه الدورة. هذه دورة الحج محمد ناكيل رئيس مجلس مقاطعة الناخيل هو ضيف الشرف عندنا اليوم، وحنا في الرابطة نشتغل على ما كله هو تراثي وتقديرت تتبقى واحد مسألة تراثية اللي توارثها المغاربة جيلا بعد جيل. عندها أهداف جميلة جدا، بالإضافة لكونها تدخلي وتعطي واحد وجبة غذائية من صنع يديهم، عندها أهداف أخرى كيف سبق وقلنا من ضمن أهدافها تنعتبرها امتحان في واحد السن مبكر للطفل، تيدير واحد الاختبار في الحياة ديالو ومنه تتبدا تتطور المهارات ديالو. هو هذا الامتحان فيه الطبخ، يعني تيتعلم كيفاش يطبخ، ولا بغيت تعلم كيفاش تطبخ يعني غاص يكون عنده الاعتماد على النفس، يعني تنعلموا الاعتماد على النفس يحاول هذيك الوجبه غذائيه بكل ما تتطلب من مجهود، يعني تيقابلها تيدوق تيشوف واش طابت ولا ما طابت، يعني تيعطي راسو واحد المسؤوليه ذات كذا. الا قلنا مسؤوليه يعني فيها تحمل المسؤوليه، واللي جميل فيها هو التكافل الاجتماعي. رساله تاع التكافل الاجتماعي تتمرر كيفاش يعني ضروري تلقاو في اي حي اللي تيتشاركوا الوليدات مثلا في تقديرت، تلقى واحد الوليد ما في حاله شيء، وربما فاقد الاب يعني باه ميت تيكون يتيم، ومن طبيعه الحال الوليدات تيقولوا نعيطوا ليه يجي يقعد ياكل معنا، وتيجي حتى هو معاهم وتيحسب واحد الفرح، وتولي الرساله اللي بغينا حنا تمرات. علاش؟ لانه على الاقل تيولي الاحساس بالاخر وتنحاول نشاركوا معايا، وهذا قايت الاحساس بالاخر تتطور مع الزمان، غادي يكبر غتولي هذيك المساعده عنده في الدم ديالو، لانه يقدر يقدم بزاف ديال الحوايج، مثلا يد المساعده للجيران كانوا تيرحلوا كانوا تيبنيو كانوا تيهزوا القمر، حتى الخبز بطيبت الفرن تيهزوا ويدي ليها، يعني تولي تعرف بلي راه خاصني نقوم بشي عمليات اللي تيعطيونا انا واحد الحب عند الاخر، وتيتكلموا عليا ولد فلان الله يعمرها دار زويان ظريف تيدوز ما تيخنيش واقف يمشي يتقدى ليا تيجيب ليا الحليب تيجيب ليا كذا. الغوسيت نتاع التقديرت كي تلاحظوا حنايا وكيف عشنا وحنا صغار تتختلف من مجموعه اطفال لمجموعه اطفال، لان غالبا هي ما تكونش فرديه تكون جماعيه بواحد مجموعه لمجموعه. كاين مثلا لانه كاين تاثير ديال الام والطبخ ديال الام في المطبخ ديالها تيتاثر به الوليد، تلقاو كاين تيدير تقديرت مثلا تيديرها ببطاطا والزيتون، كاين تيدير تقديرت بالبصله والزبيب، كاين تيدير تقديرت باللحيمات وفيها شي ثومه وشويه زيت العود وداك، يعني تلقاو الطبق متنوع، يعني ما عندوش واحد الوصفه خاصه باش تطلع. احنا بالنسبه لنا تنديروها على شكل نصيب ديال طنجيه باعتبار تيكون عندنا ضيوف كثار ومعنا حتى الاطفال تا هما تنزيدهم لهذ العمليه تنعطيهم التوابل باش يديروا، ولكن كيفاش تنعتمدوا نديروها على شكل نصيب ديال طنجيه. تيكون عندنا زيت العود، الكمون، بلدي، تيكون عندنا السمن مذوب، عندنا الزعفران زغبه، عندنا الثومه، ومن طبيعه الحال واحد شويه ديال الماء ما تنكثروهش بزاف، تنديروا نسبه قليله ديال الماء، غير حيت الطنجره ما تتكونش ريمه بحال الكوكوت، يعني تيتبخر الماء داك الشيء باش في الاخر تيولي داك الماء ديال اللحم هو فاش تطيب هي، تندير واحد الكميه قليله ديال الماء باش يكون. وهاد الكلمه تستاهلوا ونبغيكم تكونوا ضيوفنا حنا ملي تحط الوجبه باش تشاركونا كي تشاركنا الكلام.